دلوقتي تعالوا نروح على زميلتنا منى الشرقاوي علشان نتعرف منها على ايه اخر اسعار العملات والذهب. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا هادي. صباح الخير يا منى. خلينا مشاهدينا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي بيسجل 19 جنيه 65 قرش للشراء، 19 جنيه 72 قرش للبيع. الجنيه اليورو بيسجل 19 جنيه 37 قرش للشراء، 19 جنيه 45 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 23 قرش للشراء، 22 جنيه 33 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 59 قرش للشراء، 19 جنيه 67 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 68 قرش للشراء، 2 جنيه 69 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه 22 قرش للشراء، 5 جنيه 24 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 63 جنيه و32 قرش للشراء، 63 جنيه 58 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 35 قرش للشراء، 5 جنيه 37 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فالجرام عيار 18 بيسجل 969 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1130 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1291 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 9040 جنيه. نرجع على طول لمصطفى والهدير ونبتدي معاهم فقراتنا واخبارنا. اتفضل. شكرا يا مني.